مساحتنا الأخيرة من صباحنا غير ما كان باحث بالتراث بس، بل كان الشعر والموسيقى والأدب هو الشغف، واللي كانت دائما بالنسبة له هي غذاء القلب والروح. جمع بين الموهبة والعمل الدؤوب، والترجمة كان نصيب كتير من أرشيفه. كان له كتابين مترجمان عن اللغة البلغارية، مشاريع ترجمة تانية من رواية وشعر. اليوم ما رح نحكي عن ضيفنا ومع ضيفنا عن أهم الإنجازات بمجال الشعر. أكيد المهندس نايل شحادة هو شاعر ومؤلف، بالإضافة لكونه مهندس طرق وجسور وتخطيط مدن. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم، يسعد صباحك سوريا، يسعد صباح الإخبارية السورية. شكرا لكم على الاستضافة. الرحمة للشهداء وتحية لرجالات الجيش العربي السوري، لولاهم ما كنا موجودين بهالمكان. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك أستاذ. اليوم الإنجازات متعددة والمجالات أيضا متعددة، فبنحب نبدأ أول شيء مع الأدب السورياني وتاريخ الأدب السورياني. اليوم الحقيقة يعني المواضيع المختارة كل وحدة بدها حلقة منفردة. الأدب السرياني يتعلق كثير بنشأة اللغة الآرامية، عندما نشأت هذه اللغة الآرامية واللي هي استمرار للغة المسمارية القديمة، كان انتشارها يعني سمحت للشعوب المنطقة أو الشعب السرياني أو الآرامي إنه يكتب بهذه اللغة بصيغة أسهل وأكثر. والحقيقة كان انتشارها مثل انتشار اللغة الإنجليزية في الوقت الحالي يعني. فأقرب ما جانا من الأدب السرياني هو لشاعر اسمه وفا، ولكن ما وصلنا منه إلا شذرات من هذا الشعر وضع فيه على ألواح تينية. الأدب السرياني كمان ممكن نقول نحكي عن حكمة أحقار. أحقار هذا فيه إلى قصة كتير يعني مميزة وحلوة، أنه هو كان وزير عند سنحريب، الملك سنحريب الآشوري بالقرن الخامس بداية القرن السادس. له ابن أخت اسمه نادن. نادن أحقار كان عاقر ما بيخلف أولاد، فإجابوا لنادن ليورثوا محل العمل تبعه. قام عاد نادن ابن أخته خان فيه، وأمر الملك سنحريب بإعدامه لأحقار. الجلاد ما سمح يعدمه لأحقار، فإجا خبى لأحقار وصار يطعميه كل يوم، وأعدم واحد ولبسه لباس أحقار. ولكن الملك المصري أو الفرعوني طلب من سنحريب أنه بعث لي واحد حكيم جدا، يعني هذا الحكيم أنا بعطيه غلة مصر لثلاث سنوات متواصلة، إذا بناني قصر ودلني على كل سؤال، أنا يعني جاوبني على كل سؤال فيني أسأله إياه. فأما الجلاد أخبره لسنحريب أن عندنا هذا لسه ولا أحقار، فبعث له لأحقار، واستطاع سنحريب أنه يأخذ بالرواية أنه يأخذ الغلات تبع مصر وبناله قصر لفرعون وبناله وأجابه على كل الأسئلة. وبالنتيجة كافأه وعاقبه لنادن، ظل يجده لنادن، وهو عم يجده حكى أشعار وحكى كلمات وحكى قصص وحكم، يعني أحقار يوازي بلقمان الحكيم في اللغة العربية. هذا أقدم ذكر للأدب الآرامي أو الأدب السرياني. الأدب السرياني تطور وهيك اجته هبه او اجته فجاه، تطور مفاجئ. حتى الالحان يعني كان في 8 الحان. رح نحكي على الالحان، خلينا نحكي عنها كمان لنعرف هي كان في 8 الحان سريانيه مهمه كمان. تمام، رح نحكي على الالحان بعد شوي. فالادب السرياني هو اجى تطور الادب السرياني بعد دخول المسيحيه لسوريا الحقيقه في القرن الاول، واجت هاي الهبة في الأدب السرياني اجت في القرن الرابع. القرن الرابع استقرت المسيحية في سوريا بالمعروف مرسوم ميلان الشهير ب 311، عندما اعترفت بالديانة المسيحية مواكبة او اعترف فيها شأنها شأن الديانات الوثنية التي تدين فيها. فطور هذا الأدب السرياني على يد مارف رام السرياني. مارف رام السرياني عمل ثورة أدبية اللي هو مدبلج هذه الألحان وقصص هذه الألحان السريانية العميقة. هذا الأدب السرياني كان موضوعاته طبعا هي أول شيء كانت الليتورجيا. السريان في القرون الوسطى لعبوا دور كتير كبير أنه هو نقلوا من اليونانية كل الفلسفة القديمة اليونانية القديمة، حتى تتهم المسيحية بأنها هي رعية الأفلاطونية الحديثة أو ما يسمى بفصل الروح عن الجسد، يعني اللي قالوا فيها هنا. فهذا الأدب السرياني اتطور وقمة التطور طبعا كان في القرن السابع والثامن عندما جاء الفتح العربي الإسلامي على العصر الأموي، بلشوا بتعريب الدوانين، كان للسرياني كثير لهم دور مهم. و
على دور العباسيين وعلى دور المأمون أسسوا دار الحكمة وهي دار للترجمة، وأخذوا كتير كبير الأدب السرياني يتطور، وكان هناك من بين 52 مترجم في دار الحكمة اللي رأسها حنين ابن إسحاق، كان هناك 47 مترجم سرياني، ولهزال التطور صار في عنده فترات هبوط، عود الأدب السرياني طلع بال 1200 أو القرن الثاني عشر والثالث عشر. هاي بصورة مختصرة على الأدب السرياني. أيضا كمان إذا نحكي عن الموسيقى السريانية، إذا نحكي كيف بدأت وكيف تطورت من 8 ألحان حتى تغزو العالم كله. هلا الألحان السريانية، تطورت الألحان السريانية في البداية كانت هناك في خلافات حول يعني في هناك بدع حول قلب المسيحية نفسها. مدبلج هذه الألحان السريانية هو شاعر وفيلسوف سرياني اسمه بردسيان. بردسيان مواليد 154 ميلادي وتوفى بال 222 ميلادي. بردسيان هذا إجاب ألحان توراتية مزامير داود 150 لحم، وراح ألف ألحان على نمط أناشيد داود أو هال 150 لهذول. فبردسيان كان اتهم بالهرطقة، في من الاتجاهات المهرطقة كانت هو مرقيون اتهم ب الثانوية، يعني أشرك في الطبيعة الثانوية للسيد المسيح، وأسس شيعة اسمها شيعة ديصانية، لحتى هلأ موجودة هاي الشيعة الديصانية موجودة بالعراق بالصابئة. فكان طبعا له ابن اسمه هرمينوس، ومنها اشتقت كلمة هرمونيا نحن في الموسيقى بنقول عنها. فمارف رامس السرياني لحتى يناقض المولود بن سابين بتركيا سنة 306 ميلادية وعاش ل 376 ميلادية. هلا مارف رامس السرياني يعني يكنى بنبي السريان، يكنى بقيثارة الروح القدس، يكنى ب مارف رامس السرياني هو كل الطوائف المسيحية اللي ما بتختلف عليه يعني الا مارف رامس السرياني. فهذا حتى يناهض بردسيان جاب نفس الاناشيد اللي هي 150 والف عليهن نوعين من الأناشيد. النوع الأول المداريش والميامر، ميامر مارفرام ومداريش مارفرام، يعني القصيدة الطويلة المدراش، والميامر والميامر اللي هي الترتيلات اللي بتبلش بهالوليا وبيغضمون. هاي الألحان الثمانية هي بالأصل أسست مو على يعني ما هن ثمان ألحان، هي كانوا 12 لحن بالأصل. تمام. 12 لحن أسست على اليبوسة والرطوبة، وأسست على الحرارة والبرودة، ولكن في أربع ألحان ما ناسبوا العبادة، كانوا يختصوا بالأعراس ويختصوا بالعين، فتركوهن الأباء الكهنة تركوهن واختصوا بالألحان الثمانية اللي هي الألحان المعروفة بيات وصيبة وحجاز وأوج وعراق وهالمجرى. نعم. يعني نعم. خلينا نحكي لأنه ما كثير معنا وقت عن أهم الكتب اللي أنت كمان ترجمتها، هدهدات القلب للبلغارية، وأيضا كتاب الحرب على سوريا، يعني من الكتب المهمة والأخيرة بتتناول فيها بعض الأحداث الأخيرة اللي صارت بسوريا، كمان خلينا نحكي عنهم هيك قبل ما نختم معك. تمام. هلا أنا يعني أترجم على البلغارية، الترجمة بلشت بال 2015، ترجمت كتابين وهناك مشروع كتابين نأمل هاي السنة هلا يعني أنهم يطلعوا. الكتاب الأول هو بعنوان هدهدات قلب للشاعر يوردان راديتشكوف. هدهدات قلب، هو يوردان راديتشكوف كان مسؤول لجنة الطفل ببلغاريا يعني، وبعض الأشعار هي يعني بعض الأشعار التربوية، أشعار تحكي عن الحب، أشعار كتير حلوة كتير ليوردان راديتشكوف، بس للأسف ما قدرت أجيب معي نسخة، ما لقيت يعني نسخة، لأنه توزع الكتاب 2015 وما عاد في نسخ. الحرب على سوريا، أول ما أحكي على الحرب على سوريا بدي أحكي على كرياك تسونف. كرياك تسونف الأكاديمي هو من أشهر الأكاديميين البلغار، له 22 مؤلف. كرياك تسونف هو صديق وعاشق سوريا وعاشق بلد الياسمين وعاشق دمشق. كرياك تسونف بوسيطة ونحن نفذنا لها هاي الوصية قبل ما يصدر هذا الكتاب، أصدر كتاب آخر أنت بتسمعي بشي اسمه جوبة برغال، هي جوبة بلغار، هي جوبة بلغار الأصل، جوبة برغال بالقرداحة. أيوة بالقرداحة. نعم. فجوبة بلغار هدول في كان 21 عسكري بلغاري كان عم بيقاتلوا مع الكتيبة الغانية، في عنا كتيبة كانت من أفريقيا، كان عم بيقاتلوا مع الجيش الفرنسي، وكانوا عم بيقاتلوا ضد إبراهيم هنانو. وقت اللي شافوا إبراهيم هنانو شافوا السوار، انحازوا لإبراهيم هنانو، انحازوا للسوار، انحنوا وبلشوا يقاتلوا الفرنسيين، قاموا الفرنسيين أعدموهم كلهم، وما كان ما أعدموا
اسمها جومبة بلغار نظرا لان هذول انحازوا. نعم. فالروايه اللي اسسها وكتبها بالعربيه والبلغاريه كرياك تسونف اسمها لا ارض لهم على ارض غيرهم في سبيلها كانها ارضهم. نعم. وصى كرياك تسونف الى 22 مؤلف كلهم يختصوا بالادب العربي، ترجمات له، ترجم الف ليله وليله. هاي الكتاب الثاني اللي كتبه ووقعه بسوريا، وقعه هذيك بال 2011 ببداية الأزمة، هذا وقعنا له إياه نحن وأنا ترجمته بعد ما توفى، وهو يؤرخ للحرب على سوريا، وهذا الكتاب يعتبر مرجع لأنه يعني مرجع تاريخي ومرجع سياسي. وكان الهدف من ترجمة هذا الكتاب إنه نبرهن، هذا الكتاب موجه للجمهور البلغاري، إنه نبرهن للجمهور البلغاري ما يبث هناك. طبعا بلغاريا هي للاسف بعد ما كانت مناصره للقضايا العربيه ومناصره لسوريا واكبر صديق لها كانت سوريا، صارت بحلف الناتو، صارت بالاتحاد الاوروبي. فنحن هذا الكتاب هو عباره عن صرخه اعلاميه بوجه هل التضليل الاعلامي الكبير اللي كان يصير بوسائل الاعلام البلغاريه، فهو موجه للمواطن البلغاري. هذا الكتاب الكتاب مؤلف من 43 فصل بيحكي فيها بكثير من الإيجابية على سيادة الرئيس، على سيادة الرئيس حافظ الأسد، على الجيش العربي السوري، على انتصاراته. بيحكي عن مبادرة الرئيس من 18 برد لحل الأزمة، بيحكي عن الروح الإيجابية اللي فيه، بيحكي بآخر الكتاب عن المهجرين السوريين اللي صاروا ببلغاريا كيف حاجزينهم بمعسكرات وعم يقبضوا عليهم، وكيف عم يقترح أنه هو يدمجهم بالمجتمع البلغاري عبر أنه يشغلون بالأعمال تناسب الناس اللي مهاجرين. نعم. هذا بالنسبة للكتاب. نعم. يعني أستاذ نائل، قديش نحن فعلا اليوم بحاجة لحتى نوضح الصورة لكل أنحاء العالم، سواء الدول الصديقة أو حتى الغير صديقة، إن كان من خلال الترجمة، من خلال الروايات، من خلال الأفلام، كل شيء يكون موثق وموجود على أرض الواقع، ونغير كل هاي الأكاذيب اللي عم تنقال عن سوريا. الحديث يطول معك أستاذ، بدنا نتشكرك ونتشكر وجودك معنا. أكيد بحلقات تانية رح نحكي أكثر عن حركة الترجمة مع حضرتك، ورح نحكي أيضا عن التراث وخاصة مدينة صدد اللي حضرتك كمان كان لها حصة كبيرة من أرشيفك. مدينة صدد يعني هي مدينة سيرانية عانت مثل الإخبارية السورية من الإرهاب، استطاع رجال الجيش العربي السوري ومساعدة الأهالي والدفاع الوطني أن يحرروها. مدينة صدد التوثيق اللي عم بيصير فيها هو لأنه صار تعرفوا كيف الثقافة هي آخر قلاع المقاومة، وإحنا بقدر ما منثبت الناس بثقافتهم وببلدهم نقول لهم هاي ثقافتهم بقدر ما منثبتهم ببلدهم. فلذلك أنا بوجه كل التحية لبلد صدد وبتمنى لها كل خير، وهلأ تعافت والحمد لله صار. نحن من ضبطنا لصوتك أكيد. أنا كمان بوجه لكم التحية. شكرا لوجودك معنا، وأكيد بنتمنى لك التوفيق وأيضا بترجمة العديد من الكتب المهمة اللي بترصد وترفض حضارة وثقافة سوريا. شكرا لوجودك معنا. ممكن أحكي كلمتين صغار؟ كلمتين صغار تانين. الترجمة الثانية هي عبارة عن مجموعة قصصية تتحدث عن الانهيار الأخلاقي في بلغاريا، اسمها دم الخلد. ودم الخلد هاي مثل عندنا قصة مدينتين تدرس في إحدى الثانويات الأمريكية نظرا لأمتها، بتتحدث عن الواقع المجتمع البلغاري بعد انهيار المجتمع. نعم. الاشتراكي. المجموعة الثانية هي لشاعرة بلغارية اسمها دورا جابي. دورا جابي هاي كانت مناضلة ضد الاستعمار الفاشي وتحكي عن نضال الشعب البلغاري الفاشي بقصائدها. رح نترجم كافة الأشعار تبعها. إن شاء الله. كل التوفيق لك أستاذ. شكرا لكم، شكرا للإخبارية، شكرا للمشاهدين على الاستضافة الحلوة. شكرا لك أستاذ.